لمناقشة مصير الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، مع حديث واشنطن عن محاولات إيران استغلال اتفاق فيينا لتمرير سياستها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب الباحث المتخصص بالشأن الإيراني مالك حافظ. أستاذ مالك، مرحبا بكم. يعني من أين تنبع مخاوف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت ميلي من أن تعود إيران ربما بمطالب مختلفة إلى المفاوضات؟ تحية طيبة لكم. يعني في الحقيقة المخاوف الأمريكية تنبعث سواء من خلال التصعيد المرتقب أو المحتمل من الإدارة الإيرانية الجديدة من رئاسة إبراهيم رئيسي، وهي رسالة تحذير. أعتقد هي ليست مخاوف كاملة، وهي أعتقد واشنطن يعني تحاول أن تضغط أكثر على الإدارة الجديدة في طهران، سعيا منها لأن تقدم فعلا الخطوة الأولى. لكن كتقييم أعتقد أمريكي، هو أيضا ينطلق من التصعيد في سوريا والعراق، التصعيد الإيراني على القواعد العسكرية في شمال شرق سوريا وأيضا في العراق. هذا بشكل رئيسي. أعتقد أن إدارة بايدن تعمل على مستويين، المستوى الأول في تقييمها لما سيحصل من قبل رئيسي والمبادرة أو الخطوة الأولى التي تريدها واشنطن، ومن ناحية أخرى هذا تقييم واقعي ومستوى ثاني واقعي، وهو التصعيد من قبل ميليشيات إيران في سوريا والعراق. ولكن أستاذ مالك، أليست الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذا التمدد والهيمنة الإيرانية لتفرض شروطها من جديد في مفاوضات فيينا؟ حتى أن يعني البرنامج النووي والصواريخ البالستية أصبحت في مراحلها الأخيرة، أليست هي المسؤولة عن التمدد الإيراني في المنطقة؟ أعتقد نعم، يعني هي مسؤولة عن التمدد الإيراني سواء عبر إدارة ترامب والانسحاب غير المخطط له، الانسحاب غير المدروس، الخطوات اللاحقة كان أول الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها واشنطن. أعتقد أن بعد 7 أشهر أيضا لإدارة بايدن ليست هناك خطوات عملية. نعم هناك رغبة في تفعيل الدبلوماسية مع طهران لمحاولة في إنهاء التواجد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة، لكن بالتأكيد أيضا تتحمل إدارة بايدن أخطاء ترامب. لكن أعتقد أن انتظار الخطوة الأولى من طهران إلى حد هذا الوقت أعتقد هو قد يكون مبرر من خلال انتظار انتهاء الانتخابات وما سينتج عنه وما بعد وصول المرشح خامنئي. أعتقد نعم بالتأكيد إيران هي عفوا الإدارة الأمريكية نعم هي تتحمل التمدد الإيراني. طيب، لكن نعم. هناك كان خطأ كبير من إدارة ترامب. أستاذ مالك، في ظل مخاوف الولايات المتحدة من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، هل يمكننا القول بالفعل بوجود تيار معتدل وآخر محافظ في إيران بالنسبة طبعا للسياسة الخارجية التي لا تزال محافظة على خط واحد لم تحد عنه، وذلك بتوجيهات المرشد، وهو موضوع فرض إيران كقوة إقليمية؟ نعم، أعتقد أن المخطط الذي مشت عليه طهران خلال السنوات الماضية سيستمر فيه رئيسي بتوجيهات خامنئي إلى حد الآن، رغم أن رئيسي يعني أشار إلى تمسك طهران بالمفاوضات النووية بالتوازي مع إصراره على عدم الخضوع لأي شروط أمريكية فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، وهذا أمر جد مهم لواشنطن. بالتأكيد واشنطن تحاول أن تنهي كل الملفات مع بعضها، حتى أيضا بحث موضوع التواجد الإيراني في سوريا والعراق وأيضا اليمن. لذلك أعتقد أن نعم هناك تيارين في داخل إيران، السياسة لم تختلف بتغير الرؤساء، السياسة ما زالت مستمرة فيما يتعلق بمحاولة التصعيد من جهة وتمرير المصالح الإيرانية وكسب الوقت أكثر. إيران تحاول استغلال الوقت مدفوعة بعاملين، عامل الضغوط المحلية التي تواجهها سياسيا واقتصاديا، وأيضا عامل الضغوط الخارجية سواء يتعلق بالعقوبات وأيضا مشاكل ميليشياتها في سوريا ودول أخرى. أستاذ مالك، في ظل المماطلة الإيرانية، ما الذي يأمله الأمريكيون حاليا من إيران؟ ما هي المطالب التي يمكن يعني أن تكون واقعية؟ نعم، أعتقد يعني هناك ملفات تتصل بالملف النووي أو إعادة تفعيل هذا الاتفاق، هو الوجود العسكري
في العراق في سوريا، التصعيد الذي يحصل. أعتقد أن إيران وتصعيدها الأخير في سوريا والعراق كان هو سيكون النهائي، لن يكون هناك تصعيد آخر. إيران أرادت إيقاف الغارات الإسرائيلية، لم تكن تريد تصعيدا واسعا مع أمريكا، فهي تدرك أنها لا تستطيع مواجهة أمريكا في سوريا والعراق. تريد واشنطن أن يكون هناك وقف تصعيد نهائي، تريد واشنطن عدم استمرار نقل الأسلحة ما بين العراق وسوريا ولبنان للميليشيات الإيرانية. أعتقد أن ما تريد رؤيته من قبل إيران ليس فقط ما يتعلق بشكل مباشر في الملف النووي، لا، أعتقد أن ما يتصل بهذا الملف فيما يتعلق بالوجود الإيراني العسكري وأيضا ميليشياتها، أكثر ما يتعلق بموضوع المفاوضات. أعتقد المفاوضات رغم أن توقفت أو تعثرت في فترة سابقة أثناء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن واشنطن لا تريد ضمن خطة إدارة بايدن الدبلوماسية، لا تريد الانسحاب منها، لا تريد تعطيلها، لكنها تريد أن تكون هناك جدية من قبل إيران في الملفات الأخرى المؤثرة على الاتفاق. أستاذ مالك، بالنسبة للوجود الإيراني في المنطقة واستهداف المصالح الأمريكية، ماذا عن الخطوط الحمر الأمريكية؟ بمعنى يعني ماذا تبقى لإدارة بايدن في ظل استهداف السفن التجارية المستمر في الخليج العربي وأيضا استهداف المصالح الأمريكية في العراق؟ هل يمكن أن تتخذ منحنى مختلفا في لحظة ما؟ هل هي قريبة أستاذ مالك؟ أعتقد يعني تصريح المسؤول القيادي في القوات الأمريكية في المنطقة عندما قال يشكلون خطر علينا الميليشيات الإيرانية في المنطقة، يمتلكون أسلحة تؤثر علينا، لكن يعني إلى الآن ليست هناك خطة جديدة للتصعيد أو لانتشار أكثر للقوات الأمريكية. أعتقد من هذا التصريح في أواخر الشهر الماضي، أعتقد ما يتعلق أو يوضح لنا أن أمريكا لا تنوي تصعيد، لا تنوي أن يكون هناك مناوشات مباشرة، اشتباكات مباشرة مع هذه الميليشيات، مع هذا الوجود الإيراني. أعتقد أمريكا يعني إذا قامت بأي تصعيد بأي رد فهو سيكون حاسم لأي وجود اتفاقات في فيينا وما يتعلق بالنووي، سينهي كل شيء، وعندها سنكون أمام مواجهة مع إيران كبيرة. وأعتقد أن إيران لا تبحث عن ذلك، يعني إيران لا تستطيع، لكن إذا فعلا إدارة بايدن اتجهت إلى أي خيار في الرد فهو خيار سيكون كبير. الآن الخيارات التي تلجأ لها إدارة بايدن على سبيل الطلعات الجوية في أوقات مختلفة هي خيارات تأديبية، لكن إن كان هناك فعلا رد تصعيدي سينهي كل شيء، ولا لم يعد هناك فيينا ولن يعود أساسا. من غازي عنتاب الباحث المتخصص بشأن الإيراني مالك حافظ، شكرا جزيلا لكم.